الخير متابعي طقس العرب في الأردن. يوم الخميس إن شاء الله ستتراجع درجات الحرارة قليلاً لتعود إلى الارتفاع بإذن الله يوم الجمعة وبداية الأسبوع القادم. نستعرض إياكم درجات الحرارة المتوقعة لنهار غد الخميس بإذن الله في العاصمة عمان 13 درجة مئوية مع غيوم متفرقة، الرطوبة 37 وسرعة الرياح 5 كيلومتر في الساعة. نستعرض الآن درجات الحرارة المتوقعة بإذن الله لنهار غد الثلاثاء في عموم مناطق المملكة ابتداء شمالا وإربد نهارا 24 ليلا 11، المفرق نهارا 26 14، جرش بين 25 و 16، عجلون 22 درجة مئوية وبتنخفض ليلا إلى 12 درجة مئوية بإذن الله. ننتقل الآن إلى مناطق الوسطى مع العاصمة عمان نهارا 23 ليلا 13، البلقاء 23 نهارا 13 ليلا، مادبا 24 نهارا 13 ليلا، الزرقاء 27 نهارا 15 ليلا، البحر الميت 29 درجة مئوية نهارا وبتنخفض ليلا إلى 20 درجة مئوية بإذن الله. أما المناطق الجنوبية مع الكرك بداية 24 نهارا 14 ليلا، الطفيلة 23 نهارا 13 ليلا، الشوبك 21 نهارا 13 ليلا، معان 29 نهارا 15 ليلا، والعقبة غبار خفيف 32 نهارا وبتنخفض ليلا إلى 19 درجة مئوية بإذن الله. أخيرا مع المناطق الشرقية، الصفاوي 33 نهارا غبار خفيف أيضا 14 ليلا، الرويشد 32 نهارا غيوم متفرقة و15 درجة مئوية بتسجلها ليلا، الأزرق أيضا 31 نهارا وغبار خفيف وليلا بتنخفض بإذن الله إلى 15 درجة مئوية. متابعينا، هذا كان كل ما لدينا حتى هذه الساعة. تصبحون على ألف خير.